مساء الخير على كل مشاهدي برنامج الطبيب. النهاردة احنا معاكم فقرة مختلفة تماما. خرجنا من استوديوهات المحور وجينا معاكم للمكان اللي مليء بالانجازات وبالنجاحات اللي احنا فعلا كلنا بنشهد بيها، ومن الابتسامة اللي المكان ده زرعها في قلب كل سيدة كانت مفتقدة شعور الامومة. عارفين طبعا ان في مشاكل كتيرة قوي بتواجه سيدات وبسببها بيحدث تأخر في الحمل. في من المشاكل دي تأخر الحمل بيوصل بيها او بالسيدة دي ان هي تلجأ ان هي تعمل عملية الحقن المجهري، بس بنسمع كتير عمليات بتنجح وبنسمع كتير عمليات بتفشل. عشان حبينا نكون جنبك احنا هنا في احد مراكز سان رايز للخصوبة، مكان علامة كبيرة وبصمة كبيرة في عالم الحقن المجهري. مش بس كده، احنا حابين كمان نكون معاكي خطوة بخطوة. انت بتشوفي من اول ما بتدخلي ايه اللي بيتم معاكي، بتشوفي الأجهزة والتقنية الحديثة اللي داخل المكان. خلينا نشكر مع بعض استضافة الدكتور، يعني نقول قيمة علمية كبيرة احنا فخورين بيه، اللي هو يعني عامل علامة في مصر وفي الوطن العربي، دكتور شريف باشا، استشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، وزميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، وعضو الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، ورئيس مجلس إدارة مراكز سان رايز للخصوبة. خطوة بخطوة هتكوني معايا. سان رايز، اهلا بيكي. عايزاكي بقى تشرحي لنا ايه اللي بيتم مع المريضه اول ما بتوصل عشان تعمل عمليه سحب الجلطات. دلوقتي احنا في الريكفري او الافاقه، المكان اللي بنستقبل فيه البيشنت او المريضه اول ما بتيجي، والمكان اللي بيستقبلها بعد ما تخلص العمليه. طيب انا عايزاكي بقى تحكي لي هي ليه بتيجي هنا الاول وايه اللي بيتم معاها قبل ما تدخل العمليه. هي بتيجي هنا الاول عشان نحضرها. طبعا بتتغير كل لبسها، بتلبس الجاون كله هنا ديسبوسابل، يعني استخدام مره واحده لكل مريض حاجته. وبعد كده بنرميها الجاون ده، وبتلبس طبعا اوفر شوز في رجلها والاوفر هيد، وبنجهزها وناخد لها العلامات الحيويه ونجهز كل حاجه وتخش على العمليه. بعد ما بتخلص العمليات برده نفس المكان اللي بيستقبلها بتتحط على جهاز المونيتور اللي هو بيقيس الضغط والبلس والاكسجين. بتكون في متابعه كامله بمعنى اصح. بالظبط، وعندها كل احتياجاتها. انا شايفه ان انتم هيقل لها يعني كل حاجه. بتقعد هنا بقى قد ايه بعد العمليه؟ حسب كل عمليه، يعني في عمليات ممكن تقعد وقت، يعني في الاي في اف ممكن تقعد نص ساعه. أوكي. يعني من تلت لنص ساعه. احنا لازم نطمن عليها خالص تخرج كويسه جدا. انا شايفه ان المكان مليء بالتقنيات الحديثه ومكان بجد غايه في الجمال ومريح نفسيا كمان. هو دكتور شريف بصراحه حريص جدا ان هو يعني كل حاجه حديثه وجديده تحسي ان انت في اوتيل كده. بالظبط. طب ايه اللي بيتم تاني، او ايه اللي في حاجه تاني متواجده جوه المكان ما شفناهاش؟ لا، هو هنا خلاص هي بتخلص وتخش بعد كده بقى العمليات. تبتدي العمليه ونخرج على الافاقه لغايه لما تطمن عليها وتبقى كويسه جدا وتمشي. حلوة قوي المعلومات دي، وانا كمان بقول ان انتوا لازم تكونوا موجودين معانا عشان خطوه بخطوه هنعرف ايه اللي بيتم بعد كده معاكي. ولسه مكملين معاكي خطوات عمليه الحقن المجهري، وزي ما انا وعدتك في البدايه اللي انت هتكوني معانا خطوه بخطوه، مش بس هتسمعي عن النجاحات اللي بيقدمها مركز سان رايز للخصوبه، لا احنا كمان حابينك تشوفي بعينك ايه اللي بيحصل داخل المكان. شفنا طبعا مكان مجهز باعلى تقنيه حديثه وهو الكفرنج قبل ما تبتدي تدخلي غرفه العمليات. احنا حاليا داخل غرفة العمليات. قبل ما اقول اي حاجة عايز اقول ان انا فخورة بجد ان انا واقفة مع طبيب مصري كلنا بنفتخر بيه. بنقول يعني اسمه علامة كبيرة في عالم النساء والتوليد والحقن المجهري، بصمة عملها في تاريخ الحدث اللي احنا فيه دلوقتي او في تاريخ مصر في النجاح الكبير اللي قام بيه. خلينا نرحب مع بعض بدكتور شريف باشا، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب، وزميل الكلية الملكية لامراض النساء والتوليد بانجلترا، وعضو الجمعية الاوروبية للتناسل وعلم الاجنة، ورئيس مجلس ادارة مراكز سان رايز للخصوبة. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. مبسوطين جدا اللي احنا شايفين التقنية الحديثة العالية، اللي احنا شايفين مكان مجهز باعلى جودة، بجد احنا فخورين بيك. اهلا بيك، نورتوا مركز. ميرسي جدا يا دكتور. احنا شفنا طبعا انتوا شفتوا لحد ما المريضه بتدخل. أوكي. في الاستقبال بتدخل في اوضه الريكفري اللي هي بتغير فيها ملابسها وبتنتظر لحد ما بيجي دورها، بتيجي
في اوضه العمليات المريضه بتيجي بالترولي ودي ترابيزه العمليات اللي المريضه بتنام عليها وبيبقى موجود في النيرس المساعده معانا وبيبقى في الدكتور استشاري التخدير اللي هو بيخدر المريضه بجهاز التخدير اللي احنا شايفينه فوق هنا اهوت. ودي طبعا عمليات الحقن المجاري اطفال انابيب ليها نوعيات تخدير خاص مش اي تخدير بينفع عشان ما يكونش ليه اي تاثير سلبي على البويضه جوده البويضه مش صحه المراه. تمام. فاحنا هنشرح علشان في ناس كتير قوي سيدات بيبقوا خايفين من عمليه سحب البويضات وبيبقوا فاكرين ان عمليه سحب البويضات ديت بتبقى عمليه جراحيه او فيها فتحه او مشرط او خياطه ودي عمليه بسيطه جدا هنوريهم دلوقتي ايه خطواتها وازاي بتتم. فعمليه سحب البويضات بتتم عن طريق السونار او الموجات فوق الصوتيه بالبروب المهبلي دوت المجس المهبلي اللي ده هنوريكم ازاي بيقوم بعمليه سحب البويضات عن طريق المهبل للسيده بدون اي جراحه او فتح بطن. فاحنا بنجهز بس الحاجه في هنا اهوت الالات اللي احنا بنستخدمها لصينيه سحب البويضات بتبقى معقمه وجاهزه هي معقمه لكل مريضه بالاوتوكلاب باعلى تقنيات اللي احنا فخورين ان احنا من المراكز المميزه طبعا. في تقنيات التعقيم دي بتبقى مجهزه لكل مريضة. قبل ما تدخل المريضه للمريضه بتاعت الصينيه دلوقتي ومش هنستخدمها تاني بس احنا عشان بنشرح للمشاهدين ازاي هم بيشوفوها التعقيم ان طبعا من ضمن الاثار لو التعقيم مش كويس او مكان مش مجهز تعقيم كويس يؤدي الى صديد او ممكن يؤدي الى خراج في المبيض للسيده وده في منتهى الخطوره اثاره الجانبيه ممكن تفقد مبيضها عشان كده احنا بننصح اي سيده تكون عارفه هي رايحه فين قبل ما تخطي الخطوه دي. الالات اللي احنا بنستخدمها لعمليات سحب البويضات ده الات وشاش معقم اللي بنقوم بتعقيم المهبل علشان ما يحصلش فيه اي ميكروب وده شاش معقم وده المجس اللي بنسميه النيدل جايد اللي هو هيركب دلوقتي على المجس المهبلي اللي احنا شايفينه دلوقتي علشان يدل او دليل للابره اللي بتقوم سحب البويضات. فزي ما احنا شايفين هو بيركب على المجس و بنربطه كده اهوت فده بيبقى دليل للابره عشان الابره لما تدخل ما تقدرش تتحكم يمين او شمال او تحرك فيها فده حاكمها في المجال ده زي قضيب السكه الحديد القطر ماشي على القضيب مش هيخرج بره القضيب القضيب دخل يمين شمال يمين كده مش كده فده بنسميه نيدل جايد او مسار تحديد مسار الابره. حلو. تمام. بنيجي بعد كده نجيب الابره هنا اهوت هاتي الابره البنت بتفتح الابره دي برضو معقمه لكل مريضه ابره لم تستخدم بعد ولا كده استخدام شخصي فقط سنجل يوز استخدام واحده وبتترمي ان دي مميزه مش اي ابره عاديه دي مصنوعه مخصصا بره منشا اوروبي لسحب البويضات. دي بتبقى ابره حاميه جدا بتتركب زي ما احنا شايفين هنا اهوت بتتركب داخل الجهاز برضه داخل الجهاز زي ما احنا قلنا زي ما احنا شايفين ونبص المشاهدين ديت الابره اللي بتقوم بسحب البويضات بتركب في الدليل بتاعها اللي احنا شايفينه هنا اهوت كده اهوت فبقت محكومه وشوف هتطلع من الاخر خالص من هنا اهوت بتسحب سحب البويضات فما تقدرش الابره لا تيجي لا يمين ولا شمال هي ان الجهاز حاكمها واحنا شايفين على الشاشه المبيض ومحددين الهدف بتاعنا الابره موجهه ناحيه المبيض بتطلع على طول في الدليل بتاعها تدخل المبيض وبنقوم بشفط نركب انبوبه الميزه برضو لو تاخد بالك ان الانبوبه ديت لازم تكون متدفيه بدرجه حراره السيده فالجهاز اللي هو بالتدفئه للانبوبه ان البويضه لو طلعت من درجه حراره الام اللي هي درجه حراره الجسم 37 الى درجه الحراره الخارجيه من غير ما تكون الانبوبه دافيه بنفس درجه الحراره البويضه بيحصل لها شوك وتبوظ وده اللي انا بقوله انها بتفرق من مركز لمركز للتقنيات البسيطه للحفاظ على جوده البويضه فدي الانبوبه احنا شايفين فعلا يعني في علامات درجات اهي درجه الحراره نفس درجه حراره الانسان حرارة الطبيعيه الانسان اللي هي بتتراوح من 36.5 ل 37.5 وممكن من عليها سنه عشان لما تبرد عقبال لما بتاكل وبنثبت البويضه قصدي سوري انا اسف البلاج اهوت فانت بتسحبي و ده بيتركب جهاز علشان يركب الى الشفاط تمام
وده بيركب في الشفاط تحت على الارض عشان يبتدي يرفض لغايه والشفاط ببدال احنا بندوس عليه. أوكي. يبقى انا بدخل كده اهوت في المبيض، وانس ان انا اتاكدت بالسونار وشاف ان البويضه دخلت، بدوس بالبدال على رجليا، بيتصحب السائل اللي جوه الحيصله اللي جوه المبيض، يطلع يمشي يدخل في الانبوبه دي، يوصل للانبوبه. يبقى انا عندي سائل هنا اهوت، بيبقى سائل اصفر لونه اصفر خفيف قوي، لون البول الخفيف. اوكي. بيبقى والبويضه عايمه فيه. فبنفك الحكيمه بتفك الانبوبه وبتاخدها تديها للدكتور اخصائي المعمل من خلال الشباك، بيستلم الانبوبه وهيتعامل معاها جوه، وهنشرح في المعمل بيتعامل معاها ايه هيحصل ويتم. يبقى ده الخطوات اللي احنا قلناها. بنسحب بقى، بيكون في اكتر من بويضه، بنطلع من بويضه ندخل في بويضه، كل بويضه بتكرر الانبوبه ليها يعني الانبوبه خاصه. يعني احنا السيده بيكون ليها واحدة. كذا انبوبه، لو واحده مطلعه 15 او 20 بويضه يبقى 15 او 20 انبوبه جاهزين، كل بويضه جاهزين ومتدفيين كلهم، وانا بنبقى عارفين قد ايه. وفي الاخر خالص بنشيل الابره خالص وبتترمي طبعا، والعيانه كل ده عن طريق المهبل، مفيش جراحه خالص. دوت نسميه فاجينال بروب او جهاز سونار مهبلي لسحب البويضات. ده احنا شرحنا وما خدتش دقايق، يعني تخيل بقى لو يا دكتور هي العمليه بتاخد من 5 ل 10 دقايق من بعد ما العيانه تنام ودكتور التخدير بيخدرها، وبنبقى شايفين على شاشه السونار عندنا المبيض، وبنتاكد ان احنا بناخد المبيضين، وبنكرر على المبيض اليمين بنسحب البيضات. أوكي. وبنسحب البيضات اللي على المبيض الشمال، فبالتالي ومتوسط حسب سن المراه بتطلع عدد البيضات قد ايه. احنا كده يبقى سحبنا البويضه خارج الجسم. اوكي. في البدايه خالص اول ما المريضه بتيجي مع الزوج، والزوج بيدي عينه سائل منوي. اوكي. وديت كلمه اطفال انابيب. اطفال انابيب هي كلمه اسمها اي في اف بالانجليزي، او اي في اف تعني ان فيترو فيرتلايزيشن او اخصاب خارج الجسم. فانا عندي الحيوان المنوي بره، وسحبت البويضه دلوقتي من هنا. طلعتها من مبيض السيده بدون جراحه بالسونار اللي احنا قلنا عليه. ودلوقتي لما هندخل في المعمل هنشوف ازاي اطباء المعمل متكاتله اخصائيين معمل الاجنه بيتعاملوا ازاي مع البويضات، لحد ما بعد 5 ايام يعني المريضه بعد ما ادت ان احنا سحبنا منها البويضات، والزوج ادى اثناء ما المريضه بتسحب البويضات، الزوج بيدي عينه السائل المنوي في الغرفه الخاصه ليه. هما بيروحوا في اليوم دوت الزوج والزوجه بعد ما بتفوق، وبعد كده احنا بقى بنقوم نشتغل في البويضه. يعني هي بعد ما بتخلص العمليه على طول بتروح؟ لا، بعد ما تخلص العمليه بتفوق تقعد في الافاقه شويه، نطمن انها كويسه، تشرب عصير تطمن انها كويسه. أوكي. وتروح هي وجوزها. حلو. بنبتدي بقى هنشوف في المعمل او المطبخ ايه اللي بيتعمل بعد كده، او مطبخ الاجنه ايه اللي بيتعمل. احنا سلمنا دكتور المعمل بويضه واستلمنا حيوان منوي، هنشوف ازاي دكتور المعمل اللي احنا برضو بنقول ان برضو من كفاءتهم ان نجاح الحقن المجهري ده تملي يقول هو مجموعه عمل، مفيش اي خطوه اهم او اقل اهميه من التانيه. وفريق عمل كبير من اول السكرتاريه للتمريض للدكتور اللي بيسحب البويضات لاجنه دكاتره المعمل، ان هم لو ما اديتهمش ماده للطبيخ كويسه هتطلع الطبخه وحشه، مش كويسه. فهنشوف جوه هم ازاي معمل الاجنه او نسميه مطبخ الاجنه ازاي بيوصل لحد بعد 5 ايام. هو المريضه بترجع تاني لنفس الغرفه العمليات ديت، لكن بدون مخدر المره دي، وبنقوم بارجاع الاجنه مره تانية ليها بعد 5 ايام في صور الجنين. يعني انا سحبته من النهارده بويضه، بعد 5 ايام المريضه بترجع تنام على نفس ترابيزه العمليات بس بدون اي مخدر، انها عمليه مش مؤلمه، نقوم بعمليه ارجاع اجنه. وهي دي عمليه الحقن المجهري. هوريكي برضو عشان احنا هنا في اوضه العمليات قبل ما نسيبها. اوكي. هننط خطوه ان احنا ارجاع الاجنه بيتم ازاي. اوكي. فانا هحتاج قسطره ارجاع اجنه. يعني ارجاع اجنه. اوكي. الانبوبه، طب بتيجي بقى يا دكتور انبوبه ولا الانابيب كلها مع بعض؟ هوريك دلوقتي احنا بيرجعوا لنا الاجنه ازاي. أوكي. يعني هم ازاي. انا سلمتهم البويضه النهارده والمريضه روحت، هم خصبوا البويضه جوه بالحيوان المنوي، حطوا الاجنه في الحضانه 5 ايام. بعد 5 ايام بعد 5 ايام الخطوه دي بتتم، بيرجعوا لي الاجنه ديت. اوكي. تمام. اديني القسطره. دي قسطره برضو، قسطره معقمه استخدام لمريض واحد. دي بنعمل بيها ايه يا دكتور؟ ديت انا بعد 5 ايام دكتور المعمل بيحط فيها الجنين،
يبقى الاجنه في طبق وبيسحب بالقسطره دي طريه جدا، لو تمسكيها بصباعك امسكيها، هي فعلا طريه جدا ما بتوجعش خالص. المرضى بيخافوا ان هي فاكرين انها ابره او بتوجع، دي حاجه من الكاوتش الطري خالص بنتنيها كده وبنعملها كده ما بتوجعش في اي حاجه، ما بتحسش بيها المريضه. وبيكون دكتور المعمل بيسحب الاجنه بالسرنجه دي بتبقى في طرف القسطره وبيسلمهاني بعد 5 ايام بكشف النساء عادي خالص بدون اي الم، بندخل من عنق الرحم بحاجه بدون اي الم مش محسوسه خالص فعلا عليها. وكده يعني بس الناس بيبقوا خايفين يعني بعد اذنك بصي ايديك لو انت شايفه حاسه باي الم ولا ما فيهاش اي حاجه عشان دي عمليه ارجاع الاجنه حاجه مؤكده للمرضى اللي خايفين يقول لك احنا عايزين تخدير وتعبانين، هي غير مؤلمه تماما ومفيش منها اي الم. ودي القسطره اللي بنرجع بيها حاجه معموله من الكاوتش اللي ما تحسش بيها المرضى فعلا. احنا سبقنا نطينا بس عشان دي الخطوه دي بتتعمل في المعمل تاني ولانها مهمه ان حضرتك دول بيخافوا منها. ودلوقتي هنتوجه الى معمل الاجنه وفيها تشوفي دكاتره المعمل الاجنه شغالين دلوقتي في مراحل مختلفه، هتشوفي ناس من ساعه ما بياخدوا البويضه بيعملوا ايه، في ناس ثانيه بتعمل عمليه الحقن المجهري، ايوه، وفي ناس ثالثه بتعمل بتحط الحضانات. فهو فريق عمل كبير قوي اللي عشان نوصل ان نخلق جنين بعد سبحان الله ربنا يعني أكيد طبعاً. يبقى مجهود خرافي بيتعمل في المجهود وفريق عمل كبير، وده اللي وصلت بيه حضرتك طبعا للنجاح. خليكم معانا هنروح نشوف ايه الخطوه اللي هتتم بعد كده، حالا هتلاقونا داخل المعمل. لسه مكملين معاكم خطوات عملية الحقن المجهري، احنا حاليا داخل المعمل وهنسأل دكتور شريف ايه دكتور اللي بيتم بعد ما خدنا البويضة او تم سحب البويضة ودخلت المعمل. شفنا الحكيمة ناولت الدكتورة اخصائية المعمل البويضة، اوكي، بتقوم الدكتورة دلوقتي احنا قلنا الانبوبة فيها السائل بتاع الحيصلة والبويضة عايمة فيه، فبالتالي اللي بتعمله دكتورة المعمل دلوقتي انت شايفة هي حاطة تحت الميكروسكوب، هي بتصطاد البويضة من وسط السائل، فهي بتسحب البويضه بالاله اللي معاها ديت بتشفطها بتنقيها من وسط السائل تطلعها وتحطها في طبق تاني عشان تجمع كل البويضات في طبق واحد زي ما احنا شايفينها هي بتعمل دلوقتي. سحبت البويضه من طبق اللي هو بتاع السحب حطيته في طبق تاني، وزي ما انت شايفه البنش ده كله عباره عن يمثل درجه حراره الجسم 37، لو حطيتي ايديكي عليه هتلاقيه دافي جدا، حطي ايديكي عليه دافي جدا. وكل جزء الهواني ده اسمه لامنر فلو، كل الهواء اللي جوه ده معقم تماما من كده. طيب فده بعدين يعني هي دلوقتي اخذت البويضات جمعتها كلها في مكان واحد بالظبط، دلوقتي بتيجي زميلتها للخطوه اللي بعديها اللي بنقوم ان احنا البويضه بتيجي عليها خلايا كتيره قوي، فنشوف الدكتوره زميلتها هنا اللي بتقوم بعمليه تقشير البويضه. وديت حاجه الحمد لله احنا من مراكز سان رايز من المراكز المميزه اللي بنسميها الاي في اف شيمبر اللي هي بتتعامل مع البويضه بدون كانها داخل رحم الام، انت شايفها كانها في حضانه، كعارف البيبي في اللي بنشوفه في المبتسرين جوه حضانه، هي بتدخل ايديها بس جوه الجهاز حتى الميكروسكوب طالع من بره كده وهي بتقشر البويضه، ان البويضه بتكون عليها خلايا بتشيل كل اللي حواليها بتقشر اللي حواليها عشان تخليها جاهزه للحقن المجهري. فهي بالتالي الدكتوره اللي هي بتعمله دلوقتي هي شكل فعلا يعني حضانه، هي حضانه وهي حضانه علشان درجه الحراره جوه زي درجه حراره الجسم، الغازات اللي جوه اللي انت شايفاها متوصله بالحضانه بتمثل رحم الام، فاحنا بنمثل رحم الام في كل خطوه عشان ما ناثرش على جوده البويضه ونضعفها، وعشان كده احنا بنتميز في سان رايز في الحكايه ديت ان هي كل خطوه الاجهزه اللي فيها ما بنعرضش الجنين لاي حاجه كانه خرج رحم الام، فبالتالي دي الخطوه اللي بعد كده بتقوم بتقشير البويضه. يبقى الدكتوره اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبتتعمل في الاي في اف شيمبر او في الغرفه الحضانه الخاصه بالتقشير. نيجي بعد كده احنا قشرنا البويضه، فدلوقتي فاضل ان البويضه الحقن المجهري تتحقن، اوكي، فدي بنشوف هنا اهوت الدكتور هيقعد هنا اهوت دلوقتي هيبتدي يورينا خطوات الحقن المجهري. هو دلوقتي هيركب الابر بتاعت الحقن المجهري دلوقتي في الميكروسكوب، انت عندك الميكروسكوب ده في ادي ابره الاولانيه، أوكي، اللي هي بتحقن الحيوان المنوي جوه البويضه، جوه البويضه، وفي ابره تاني اللي بتسند الحيوان المنوي، ان هما الابرتين بيبقوا كده اهوت، في واحده بتحقن الحيوان المنوي جوه البويضه وابره تانيه سانده البيضه عشان ما تجريش وهو بيحقنها، فبالتالي ابره سانده
زي كانه بياكل بالشوكه والسكينه بتمسكيها كده. حلو قوي. فاحنا شايفين دلوقتي الدكتور، وطبعا كل لما بيزيد التقدم الخطوات كل لما بتعلى السينيوريتي بتاعه اللي بيعمل طبعا، يعني فاهم قصدي. فبيبقى تملي خطوه الحقن المجهري، بيبقى الحقن نفسه بيقوم بيه اكبر الدكاتره في المعمل واكثرهم خبره، ان ديت بتبقى اصعب خطوه في المعمل بتتعمل واللي بيبقى فيها كفاءه التمييز. احنا شايفينه دلوقتي، هنشوف تحت الميكروسكوب ونقدر نبقى نديكم فيديو لحاجه زي كده، ان هو بيشتغل بزي جويستيكس، اللي ايديه الاثنين زي ما انت شايفها، واحده متحكمه في الابره اللي بتسند وواحده متحكمه في الابره اللي بتحقن، الاثنين بيقابلوا بعض، وهو تحت الميكروسكوب انت شايفاهم الابرتين بعد اذنك عاملين كروس مع بعض ونازلين، وهي بتبقى البويضه محطوطه في طبق والحيان المنوي بيحقنوها. فده الميكروسكوب الحقن المجهري، وعشان كده هو اسمه حقن مجهري، هو حقن الحيوان المنوي تحت المجهر، مجهر يعني ميكروسكوب. أوكي. وهو ده الحقن المجهري، وهو ده ميكروسكوب الحقن المجهري اللي برضو كل درجة الحرارة بتاعته تمثل رحم الأم. وطبعا احنا عندنا بيبقى مش ميكروسكوب واحد، أكثر من ميكروسكوب، علشان بيبقى أكثر من مريضة بيتحقن في وقت واحد، وعشان برضو ككواليتي كنترول الأيزو لو في أي حاجة عطل فيه عندنا جهاز تاني المريض سايكل ما تبص على المريضه اللي تعبت وكده. طيب خليني اسال حضرتك، انا شايفه تقنيه حديثه وشايفه اجهزه كلها حديثه، ايه اللي بقى بيميز دلوقتي الاجهزه دي عن الاجهزه بتاعت زمان القديمه؟ التقدم العلمي رهيب. ده انت لسه دلوقتي احنا نوريكي حاجه اللي هي مفاجاه سنرايز، واللي احنا مميزين بيها الحضانه الذكيه اللي احنا هنتكلم عليها، ولكن ده التطور، وكل شويه كل كام سنه بينزل حاجات اجدد واحدث وتقنيتها اعلى وبترفع من نسب النجاح اكتر. يعني كان زمان ميكروسكوب الحيوان المنوي ممكن يكبر الحيوان المنوي 20 25 ضعف، دلوقتي بجهاز الام سي الجديد ممكن تكبريه ل 100 ضعف، وفي دلوقتي بتوصل ل 200 ضعف حجم الحيوان المنوي. فبالتالي تقدري دقه وتقدري تنقي افضل الحيوانات المنويه لتخصيب البويض. نيجي ننتقل بعد كده، دي الحضانات، ودي الحضانات اللي احنا برضو بنفخر ان احنا عندنا حضانات اليوم الخامس. ان الحضانات القديمه بتبقى زي دولاب بتفتحي وانت عندك اي مريض، عشان تطلعي البويضه او الجنين بتاع مريضه انت بتعرضي كل المرضى التانيين اللي معاها في نفس الغرفه لان هم درجه الحراره لما تفتحي الباب الحضانه تفقد درجه الحراره وتفقد الغازات على كل الاجنه، فعقبال لما ترد تاني بيسموها الريكفري تايم بتاخد وقت. فانت كل ما تفتح الحضانه انت بتضعفي كل الاجنه لكل المرضى اللي عملوا معاها في نفس اليوم. ولكن بالتقنيه الجديده دلوقتي ان ديت كل مريضه بيبقى ليها غرفه لوحديها كانها فندق. يعني دي الحضانه الذكيه؟ دي لا دي مش الحضانه الذكيه، دي الحضانه لما قبل الذكيه اللي هي حضانه اليوم الخامس، لكن المميزه انها متقسمه ل 10، دي بتاخد 10 مرضى، كل مريض بيتحط في غرفه لوحده. فانا لما افتح على المريض دوت انا لم اؤثر على بقيه المرضى في اي حاجه، لكن الحضانه القديمه اللي بتتفتح كنت بتفتحي الباب بتضر كل الاجنه. احنا شايفين طبعا كذا واحده، فدي حضانات يعني كل حضانه تشيل 10، وشوف مجموعه حضانات كتير لحد 40 حالة ممكن تعمليها لكل مكان احنا بنشوفه، هو خاص بالسيده خاص واحده، خاص بسيده وزوجها، يعني ده جنين اللي بيتحط فيها. أوكي. فدي الحضانات، ودي بتخلي الجنين يعيش لليوم الخامس جرد. هذا الحضانه بتمثل رحم الام، كانك دلوقتي فيها الغازات اللي متوصله لها ودرجه الحراره وكل حاجه، وبالمواد الغذائيه اللي احنا بنحطها مع الجنين. أوكي. بتخليه بتديله التغذيه، فاحنا بنحاول نقلد رحم الام علشان ما يعيش. طيب ايه بقى ميزه الحضانه الذكيه اللي احنا هنوريها لك، اللي احنا الحمد لله مميزين وكنا من اوائل المراكز في الشرق الاوسط ان احنا نجيبها. ان انت دلوقتي احنا حقنا زي ما شفنا الحقن المجهري. أوكي. فبياخد الدكتور البويضه المحقونه يحطها في الحضانه يفتح هنا تمام، هو حقن البويضه لسه ما يعرفش انها اتخصبت ولا لا. أوكي. يجي كنا تاني يوم الصبح بنفتح نروح نبص تاني تحت الجهاز الشيمبر شفناها نشوفها اتخصبت ولا لا. ونرجعها تاني اليوم اللي بعده نروح فاتحين نطلعها نبص عليها نشوفها اتخصبت ولا لا، ونشوفها اتقسمت ولا لا. اول يوم الانقسام والانقسام بنقعد كل يوم نفتح عليها على مدار 5 ايام. فانت بتفتحي 5 مرات على 5 ايام بتطلعي البيبي وتدخليه. زائد بقى الكارثه لو ما كانش عندك الحضانه اللي كل مريضه بغرفه حضانه واحده من الباب، فانت بتفتحي 50 60 مره في اليوم الحضانه الكبيره على الباقي على الباقي الاجنه، فانت بتدمري الاجنه بتبوظيها تماما. عشان كده يقول لك ليه نسب النجاح، طبعا عشان كده التقنيه الحديثه. فجاءت طبعا بقى التقنيه اللي هي اللي عملت انقلاب في عالم الحقن المجهري واطفال الانابيب، عشان كده في انجلترا كانوا مسمينها الحضانه المعجزه،
اللي هي بتصور الاجنه وهي جوه، فما نحتاجش ان احنا نفتح خالص ونطلعها. ودي احنا هنوريها لكم، وديت من مميزاتنا، وديت من اقوى الحاجات اعمده مركز سان رايز. مميز بيها مركز سان رايز. هنوريكم الحضانه الذكيه. دي الحضانه. وعندنا هنا اهوت اهي، دي الحضانة الذكية. دي الحضانة الذكية. اوكي، احنا مع حضرتك. يا مثلا الحضانة دي تمنها 18 حضانات من التانيين. كانت تكلفة ان التقنية اللي فيها عالية جدا. فانت شايفة الاجنة دلوقتي على الشاشة بتاعت الكمبيوتر من غير ما افتح الاجنة. وبشوف هي بتاخد، بناخد البويضة الحين بنلحقنها نفتح الباب ده. مش عايزين نفتحه دلوقتي، وبنحطه على كل جنين في فيديو كاميرا بتراقبه وبتصور انقساماته. فانا شايفه على الشاشه قدامي هنا اهوت، لو انتوا واضحه الكاميرا جايبه الشاشه، جايبه الاجنه كلها، واقدر اشوف ده جنين وده صوره جنين حاليا. وصل لمرحله البلاستوسيست اللي هو الجنين في اليوم الخامس، جودته حلوه جدا. لو تاخد بالك هو، معلش انا هلبس النظاره عشان في ارقام صغيره، لو هو هنا اهوت مكتوب عدد الساعات، يعني الجنين ده عمره 117 ساعه، يعني داخل على الخمس ايام. لو انا عملت لك بلاي دلوقتي، الجنين ده جوه في الحضانه دلوقتي بقاله في اليوم الخامس، مش هفتح عليه. عايز اشوفه من اول ما دخل الحضانه. فانا هتاخد بالك، انا هدوس بلاي، هيدخل لي من، هيعرض لي من اللحظه اللي الجنين دخل فيها الحضانه الى هذه اللحظه جميع انقسامات الجنين وشكله ايه من غير ما هو الجنين وهو جوه. فانا بصي دلوقتي هدوس بلاي، رجع ده بويضه، لسه بويضه اهي، مش كده هتبتدي تلاقيها اتقسمت. دلوقتي عندك 14 ساعه 18 ساعه ابتدت تنقسم. هتشوفي دلوقتي انقسمت، شايفه خليتين. مظبوط، شايفه ده ريبلاي للجنين اللي جوه، اتقسمت عدد خلايا اكتر، بقت اربع خلايا، بقت 8 خلايا، 52 ساعة. شايفة الانقسامات كلها، ده ريبلاي لعمر الجنين على مدار 5 سنين. ابهار علمي طبعا، وخيال علمي ان انت توصلي. احنا اول ما شفناه يعني ده بالنسبة لي كان خيال علمي، وده اللي وصلنا للنجاح، اللي نوصل لحاجة زي كده. فشوفي في الاخر وصل لبلاستيك 107 ساعة، 109 ساعة، 111 ساعة، لحد ما وصل بالمنظر الى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، وقف على كده. هذا الجنين، المريضة دي هتيجي تنقل النهاردة، فدي هتيجي تنقل، هنطلع الجنين وبيقول لنا استهلاكاته للاغذيه كلها ايه، حالته الجوده بتاعته ايه، وبيقول لك كل الاجنه اللي هي طالعه ثانيه، اللي هي بقيه الاجنه لنفس المريضه. يعني المريضه ديت اهي ليها الاجنه دي كلها، ادي كل مريضه ليها هنا وليها هنا، وبيعلمها لك بالوان مختلفه، الجنين الكويس والجنين الوحش وايه الجنين اللي ترجعيه. كل ده من غير ما تطلع. فهذه الحضانه او المعجزه او الاندوسكوب هو الابهار العلمي اللي وصلنا له لحاجه زي كده. فده الحضانة المعجزة اللي زي ما اقول لك، اللي احنا فخورين ان احنا بنقتنيها في سان رايز، اللي هي الامبريوسكوب، وديت احدث طفرة وصل لها العلم دلوقتي في كده. بتيجي الحضانة بتحدد لك الجنين، يبقى بناخد الجنين وبنديه في المشهد الاخير اللي احنا سجلناه في اوضه العمليات، هي قسطرة ارجاع الاجنة الطرية اللي انا وريتها لك ديت، بنقوم بزرعها في الرحم. اوكي، فهو ده خطوة الحقن المجهري من ساعة سحب البويضة إلى دخولها إلى إرجاع الأجنين. لو تحب الكاميرا تيجي تصور من هنا أكتر الحضانة في الإمبريسكوب أو الحضانة الذكية. لازم بيتم كده بعد ما بناخد خلاص، بيتم التفاعل، بنرجع تاني لغرفة العمليات وبيتم خلاص. هو دلوقتي إن خلاص بعد ما خرجت الجنين من الإمبريسكوب بندخله بعد كده بالدكتور في المعمل، بيطلع الطبق اللي فيه الجنين، بيحطه تحت الميكروسكوب، يسحبه في القسطرة الطرية، الكاوتش اللي أنا وريتها لك، بيدهاني أو بيديها لطبيب زميل، بيدخلها في الرحم بدون أي ألم وبدون أي حاجة. بيعمل بقى اختبار الحمل، ست بتروح بعديها بنص ساعة، وتعمل اختبار الحمل بعديها باسبوع، ولو ربنا اراد بقى ان يهب الحياه هو اللي يجيب الروح. ربنا والتقنيه الحديثه وطبعا وخبره حضرتك هتكون طبعا نسبه النجاح كبيره. واحنا مش بنقول اكيد، احنا بنسمع طبعا بالانجازات اللي حضرتك قمت بيها. واحنا جينا المكان هنا في راحه نفسيه وفي فرحه فعلا، عشان كده انا سعيده ان احنا النهارده يعني وصلنا معاهم خطوه بخطوه، ودلوقتي احنا في الخطوه الاخيره اللي طبعا من خلالها هنقول الف شكر طبعا للدكتور
دكتور اللي سمح لنا ان احنا نكون. لا انا برضو بستغل البرنامج ان انا بشكر جميع العاملين في مركز سان رايز، وبقول لهم ان نجاح سان رايز ده مش نجاح فردي ليا، نجاح سان رايز نجاح لينا كلنا ومجهوداتكم كلنا، وانا كنت من غيرهم ما كنتش اقدر اوصل للنجاح دوت. نشكر حضرتك مره ثانيه. بنشكر مع بعض الدكتور شريف باشا، استشاري امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب، وزميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا، وعضو الجمعيه الاوروبيه للتناسل وعلم الاجنه، ورئيس مجلس اداره مراكز سان رايز للخصوبه. وانا كمان بشكركم. حلقه اشوفكم على خير.